السلام عليكم زول فلاون خاوتي وخياتي بيان سور. جبتكم لهذا المكان كما نقولوا انيوجل بلايس. هذه هي السيميتير تاع نوتخو دام دافريك. هذه السيميتير هذه علاش جيت لهنايا؟ باش نولي لكم واحد الامر تما شغل ماشي نوستالجيا، ماشي تما كي كنا نلعبوا هنايا جبتكم لهنا ولا كاين واحد التاريخ كما نقولوا مشوه راوي دور. انا باش نضح لكم واحد الامور باش ما يكلخلكمش الناس. اولا المنطقه هذه نسمى نزت فيها ونعرفها طري طري بيان، نعرفوا كاع التاريخ تاعها وبيان سور نعرفوا تاريخ قرينا التاريخ تاعها قبل ما زدنا حنايا بيان سور. تسمع المونا والدينا وقالوا لنا في المدارس والناس الكبار اللي يسكنوا في هذا لا ريجيون. دوك نقول لكم اكزاكتومون شنو هو الهدف تاعي، لو بوان تاعي. بون حنا كنا نلعبوا هنا زمان، يطيح لنا بالون من فوق كيما كان الحيط هذاك الفوق ها وليك، يطيح لنا بالون لهنايا نروحو نجيبوه، كي نروحو نجيبوه نجرو نجيبوه تما يطيح في لي ساكسيون. زعما يقولك روح شوف ساكسيون تاع اليهود ولا ساكسيون تاع دي كريتيان ولا ساكسيون تاع لا اليهود لا كريتيان. تسمى كانوا يقولنا شغل كفار، حنا فهمناها الكفار تسمى لي زاتي ما يمنوش بربي هكذا. تسمى كان تروا ساكسيون لي جويف لي كريتيان و كيفاش يقولوا لهم لي زاتي. لي جويف بيان سور عندهم هذاك ستار ديفيد ولي كريتيان لا كروا. هاوليك تاع اليهود هاوليك مورسور هذاك عنده دخله من هيه وهذه هي لا كتشوف فيهم هذوما البيوضه هذوما فيهم لي كروا. تسمى شغل كيما نقولوا لي طومبو شغل سامبل. هادو هما لي زواف، هادو هما اللي كانوا يحاربوا مع فرنسا. هاد كيما نقولوا الستاتيو هذا داروه في 1906. تسمى كاين اللي ماتوا في هذيك لا بيريود، كاين اللي ماتوا قبل في القرن 19 1850 الى اخره. بيان سور هما يعتبروهم مسيحيين خاطر هادو ما يدفنوش مع مقبره الاسلاميه خاطر مي سو با دي ميزيلمون. بوسك رحت مع فرنسا تي با ما راكش منا، هم دفنوهم لهنايا. هادو عباد كيما نقولوا شوف القبر تاعهم كش عامل نورمال بصح هاي بلا كروا. تسمى هذا يعتبر مسيحي هكذا. هادو هما المسيحيين القياده الكبرى سيتادير ماشي سو با دي زواف، مسيحيين كيما نقولوا شخصيات. هادو هما كاع صحاب لارمي تاعهم هادوما، يكون كوموندو يكون كابيتان الى اخره. انا راح نديكم واحد الساكسيون قلت بلي لي ماشي مسيحيين واللي ماشي كيفاش يقولوا لهم ماشي يهود. حنا كي كنا صغار ما كناش نعرفوا، قلت لك بلي حنا عم بالنا سي سون دي زاتي وخلاص. يا ودي كاين حاجه اخطر من ذلك، فهمتوا؟ كاين حاجه اخطر من ذلك. صبروا معايا دوك نوري لكم يا اخواتي ان شاء الله. دوك نوري لكم هذه، قلت لكم منطقه هذه اسمها نعرفوا احنا باركور. علاش تربينا هنايا والله غير في الليل لعبنا هنايا. اوني دي فومبير في الليل لعبنا هنايا كي كنا صغار. وك لعبنا هنايا سي طادير نصيدو طحنا بالون ملهيها سي كيما نقولوا سي تينيج، كنا تينيج زادوليسون صح. دوك نوريكم واحد السكسيون راني جاي فيها، راني راح لها. وهادو القياده دي جينيرو دي كابيتان، فهمتوا؟ دي كيفاش نقول الميليتار سيتادير ميليتار. هادوما دوك تشوف ل السكاره فاش تحت ونشوف الكتيبه اقرا مليح واش مكتوب هنايا. بتشوفوا لا ريزيستونس الحقيقيه وين كانت، باش ما يكلخلكمش الناس ما يتمسخروش بكم. الناس ما يعرفوش تاريخ يحبوا يشوهوه وحبوا يشوهوا منطقه من منطقه الجزائر بصح هما احرار. دوك نوري لكم سمي يقول لك هادو هما وين كانوا يحاربوا كونتر من كونتر من، شكون اللي كان يريزيستيهم، شكون اللي كان يحاربهم. هاولك هادو ما كاع شوف هذا شوف سيناتور سيت ان سيناتور شوف
تسمى هنا السيكسيون دي فيها سياسيين ولا العسكريين، ماشي دي سولدا نورمال، دي شخصيات فهم ضباط الى اخره. شوف لي كومبان وين كانوا لي كومبان اللي حاربوهم باش الناس ما يكلخولكمش. هم لك دي كومبان غوند كابيلي 1854، هادي كريمية، دي كرايمية، كرايمية وور، هادي تعرفوها الكرايمية وور، القرمية هادي تاع اللي قدم الروس. وهادي ها كابيل دي جورجوا، شوفوا 54 3 ans après، شوفوا ش ريزيستونس وين كانت يا خاوتي. بون مروك بيان سور خاوتنا المراركا 59، و غروند كابيلي اجان شوف 1860 ها 3 ans après شتو. بون هادو مات هذيك بيان سور حاربوا في بلادهم. بون 70 و71 هادي مع بيان سور مع براشا، براشا هي تقول لي زالمون زمان البروسيا، هادي تكون اسمو كيفاش يقولها لاكار تاع لورين 70 و71، وهادي الما باليسترو باليسترو، وهادي العمري. شتو وين كانت ريزيستونس خاوتي؟ ها ريزيستونس وها ريزيستونس وها ريزيستونس، ماشي معندها مناطق واحد اخرين ما كانش ريزيستونس. حبيت نقول لكم باللي المناطق هادي لاكابيلي كانوا ديما ديما يحاربوا فرنسيين، والفرنسيين هما اللي كانوا يجيبوا هادوما الزواف، والزواف هما اللي كانوا يقتلوا القبائل، كانوا يستعملوهم ضد لاكابيلي في هاد الحروب. باش الناس ما يكلخولكمش، ما جبتكم تشوفوا الكونكريت، كونكريت ايفيدنس، باش واحد اللي ما يعرفش ما يكلخ ما يكلخولوش، فهمتوا؟ وكاين تانيك طبعا فيهم مام وسمو، فيهم مام عباد يهوديين، كيقول لك يهوديين، هاولك كيما هذايا ايميل، هاولك عباد يهوديين، هادو تانيك شخصيات، لا لا يا سياسية، يا كيفاش يقولها في عسكرية. قلت لك بلي اللي وريته لكم قبيله تاع اليهود هذوك تاع عباد نورمال تسمى سيتيزنز، فهمتوا؟ بصح نقول لكم حاجه اخطر من هذه، اخطر. بتشوفوا بلي حنا كنا النيه كان حوايج في الجزائر ما كناش نعرفوهم، كان بلون، كانت اجنده حنا ما نعرفوش. الله غالب جو فرنسا استعمرونا، حنايا رحنا حاربناهم، بصح حنا عمبنا بلي مسيحيين كونتر المسلمين. هي يا ودي اكثر من ذلك، اكثر من ذلك، اضخم من ذلك. دوك تشوفوا خاوتي، حنا كنا صغار كنا نشوفوا هاد الليسين، كي رحت كي جيت لاوروبا كنت نتعلم امور، كنت نتعلم امور على هاديك تاع لي بيراميد. فاش يفكركم لي بيراميد؟ فاش يفكركم؟ ها هاوليك فاش يفكركم هدايا؟ دوك ندنا بالك ما يبانش الشميس راه يضرب، هايلك شتو؟ فري مايسن، سيكسيون هادية تاع فري مايسن. شتوب شوف القضية راهي كبيرة كبيرة القضية. كما نقولوا كانت أجندة قديمة مونديال يا أخي. بون هادي ما عندهم، شوف ما عندهم لا لاكروا لا تاع اليهود. هادوما سي فري ميسن. بتشوفوا خاوتي باللي حنايا كنا كان يكلخونا برك، فهمتوا؟ وإن شاء الله هاد المعلومة تكون كما نقولوا كافية باش تعرفوا حقيقة. هذا الملموس يا خوتي وخياتي، هذا الملموس، هذا الكونكريت ايفيدنس، ما يكلخولكمش الناس. شتو هذوك المعالك، هذوك اللي صودا اللي شتوهم قبيلة، حاربوا ضد، نعاودها لكم، ضد القبائل. هكذا خوتي. وشنو ماشي معناتها المناطق الاخرين ما حاربوش، لا، بصح كانت ريزيستونس القوية. فهمتوا خوتي؟ ان شاء الله تكون معلومه كافيه، وسمحوا لي على وقتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.